مجموعات كانت تعد لأعمال عنف وقع عناصر منها في قبضة القوى الأمنية اللبنانية، ليس تفصيلاً أن هؤلاء العناصر لا ارتباط لهم بتنظيمات إرهابية كما أفادت معلومات مراسل الميادين، فهذا قد يتعلق بكون تلك التنظيمات قد احترقت ورقتها في لبنان، ما استدعى الاستعانة على الأرجح بدم جديد بين مزدوجين من أجل تنفيذ سياسة جهات لبنانية دخلت حديثاً إلى الساحة اللبنانية. وليس تفصيلاً أيضاً أن يفرد بعض الإعلام العربي شاشاته لتغطية تظاهرات بيروت والإيحاء بأنها مفصلية أو ما شابه ذلك، مع العلم أن فتيل التفجير تبين أنه كان مفبركاً. التوقيت يبدو مثالياً لمثل هذه الظواهر، ولا سيما أن مجموعات الحراك الشعبي على تنوعها واختلافها في مفاصل عديدة ما فتئت تطلق الشعارات بأنها عائدة إلى الساحات وبزخم أكبر، وهذا من شأنه تهيئة الأرضية لمن يتربص بالسلم الأهلي في هذا البلد. وفي هذا السياق تحديداً أيضاً تندرج معلومة أن العناصر الموقوفين إنما ينتمون إلى جنسيات عربية وهم ليسوا فقط لبنانيين، فالتحقيق مع هؤلاء قد يكشف خيوطاً من شأنها أن توصل ربما إلى أصحاب أجندات من خارج لبنان، ليس من مصلحتهم على ما يبدو أن ينعم هذا البلد بالاستقرار الأمني الملحوظ. في قواعد اللعبة مما لا شك فيه أن قوى سياسية لا تريد لهذا العهد مع كل حلفائه وفي مقدمهم المقاومة أن يسجل أي إنجاز، تريده أن يفشل قبل أن يكمل الولاية الرئاسية حتى. خصوم حكومة حسان دياب يزيد عددهم أيضا وتحت شعارات مختلفة، وإن كانت جميعها تصب في خانة الفوز برئاسة الحكومة، وهذه اللازمة باتت تتردد أكثر في الصالونات في الآونة الأخيرة، لكن الطامحين لهذا الكرسي يبدو أنهم باتوا كثرا حتى داخل البيت الواحد، وهناك على ما يبدو من هو مستعد للعب بورقة السلم الأهلي ثمنا لذلك الكرسي.